عليكم خامس، اليوم حنبدأ في وحدة جديدة ونبدأ بالدرس الأول بعنوان الموارد الطبيعية. الموارد الطبيعية يا خامس، خلينا مع بعض نعرف إيش يعني موارد طبيعية. عرف الموارد الطبيعية، عرف الموارد الطبيعية. الموارد الطبيعية هي عبارة عن مواد. لما أحكي موارد يعني مواد. طب إيش يعني طبيعية؟ يعني توجد في الطبيعة. إذن عرف الموارد الطبيعية هي عبارة عن مواد توجد في الطبيعة. وين موجودة؟ في الطبيعة. أنعم الله بها على الإنسان من دون تدخل منه. يعني بما معنى الموارد الطبيعية توجد في الطبيعة من دون تدخل الإنسان، يعني الإنسان ما له علاقة في وجودها، وإنما هي أنعم الله، يعني هي من نعم. إيش يعني أنعم الله بها على الإنسان؟ يعني هي من نعم الله تعالى على الإنسان. كمان مرة، عرف الموارد الطبيعية يا خامس، هي مواد توجد في الطبيعة، هي مواد توجد في الطبيعة أنعم الله بها على الإنسان من دون تدخل منه، من دون تدخل منه. طبعاً من الأمثلة على الموارد الطبيعية، من الأمثلة على الموارد الطبيعية شمس، هواء، ماء. شمس، هواء، ماء. وهي طبعا الشمس والهواء والماء أساسية لحياة الإنسان، هي أساسية لحياة الإنسان. وأيضا في عندي أمثلة أخرى على الموارد الطبيعية، صخور ومعادن. صخور ومعادن، وهي التي تجعل حياة الإنسان أفضل وأكثر سهولة. إذا أعطيني أمثلة على موارد طبيعية: شمس، هواء، ماء، صخور ومعادن. عندي خمس أمثلة على موارد طبيعية: شمس، هواء، ماء، وصخور ومعادن. هلا الشمس والهواء والماء أساسية لحياة الإنسان، يعني الشمس مهم كثير لحياة الإنسان، الهواء من أجل أن يتنفس، الماء من أجل أن يتمكن من الشرب. الصخور والمعادن بتخلي حياة الإنسان أفضل وأكثر سهولة. خلينا نفتح كتابنا يا خامس على صفحة 57، أتأمل الأشكال الآتية. أصفوا استخداماً واحد لكل من الموارد الآتية. عندي هون موارد طبيعية، بدي تكتب لي استخدام واحد لكل واحد. نجي على النباتات. ما استخدام النباتات؟ اللي هي غذاء للإنسان، غذاء للإنسان. نجي على النفط. إيش استخدامات النفط؟ هي وقود لوسائل النقل، وقود لوسائل النقل اللي هي السيارات، الباصات وإلى آخره. الماء اللي هي شرب للإنسان، شرب للإنسان. الغاز الطبيعي، إيش استخدام الغاز الطبيعي؟ اللي هي صناعة المواد المختلفة. بنستعمل الغاز الطبيعي في بعض المصانع من أجل صناعة المواد المختلفة، أو وقود أيضا لوسائل النقل، كمان وقود لوسائل النقل. نيجي على التربة. إيش استخدامات التربة للزراعة؟ استخدامات التربة الزراعة يا خامس. نيجي على الحيوانات. إيش استخدام الحيوانات؟ اللي هي غذاء للإنسان. استخدام الحيوانات غذاء للإنسان. طب الشمس. الشمس هي مصدر الطاقة الرئيس على سطح الأرض. الشمس هي مصدر الطاقة الرئيس على سطح الأرض. طب نيجي على الرياح. الرياح تستخدم في توليد الكهرباء. الرياح تستخدم في توليد الكهرباء. إذن خامس، عرفنا الموارد الطبيعية وحكينا هي عبارة عن مواد طبيعية التي أنعم الله بها على الإنسان من دون تدخل منه، يعني هي موجودة في الطبيعة من دون تدخل الإنسان. من الأمثلة عليها عندي شمس، ماء، شمس، ماء، هواء، وصخور ومعادن. شمس، ماء، وهواء، وصخور ومعادن. هلأ الشمس موجودة بالطبيعة، هل في علاقة للإنسان لوجود الشمس؟ لا، وإنما هي من خلق الله سبحانه وتعالى. الهواء، في علاقة للإنسان بوجود الهواء؟ أيضا لا. الماء، في علاقة للإنسان بوجوده؟ طبعا لا. برضو الصخور، المعادن، كل هاي الأمثلة الإنسان ما له علاقة في وجودها، وإنما هي من نعم الله تعالى على الإنسان. لهون بنكون أنهينا الفيديو يا خامس. إن شاء الله منكم الدرس في الفيديو القادم، ويعطيكم ألف عافية.